سؤال آخر، هل يجوز التدريب في بنوك الربوية بدون مقابل مادي بهدف التعليم واكتساب الخبرة؟ الجواب عن هذا، إذا تعين العمل في المصرف التقليدي سبيلا وحيدا إلى اكتساب الخبرة المصرفية ولم يتيسر لك ذلك من خلال المصرف الإسلامي فلا حرج، واجتنب ما استطعت العمل في أقسام الائتمان الإقراض حتى لا تدخل في الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، زادك الله حرصا وتوفيقا.